ما شفتش حاجة ولا سمعتش حاجة طول المدة اللي قعدتها معاه في المحروسة؟ ما كانش بيتكلم مع حد قدام يا سعلوان. يعني زي ما رحت زي ما جيت، ملكش عينين تشوف ودان تسمع؟ ليه يا سعلوان؟ بس أصل عمدتنا دي حويطة على الآخر. بلاش العمدة يا أخي، أهل بيته نسيبه، الخدامين اللي حداهم، مفيش أي طراطيش كلام تفهم منها أي حاجة؟ أني ما كنتش مطرطق وداني وما حبيتش أتحشر في حاجة ماليش فيها وأسأل حد. تبقى ما تنفعش غفير. لا يا سعلوان، أنا غفير كويس قوي وفاهم شغلي كويس، بس ما ينفعش أبقى بصاص. أنت بترد عليا وتبوق فيا يا غفير؟ لا سمح الله يا سعلوان، أنا برد عشان أدافع عن نفسي. طب ابقى خلي لسانك ينفعك. انت محبوس يا غفير لغايه ما ننظر في امرك. حناوي سوقي. تمام يا سيدنا. عمرك يا سيدنا. خد الواد مشريقي ده وارموه في بيت العده والكرباج لغايه ما يفوق لروحه او نفوقه على مهلنا. حاضر يا سيدنا. يلا يا مشريقي التام. حضرة جناب شيخ الغفر. عايز ايه انت كمان يا غفير شرف؟ مش انا اللي عايزك، جناب العمدي هو اللي عايزك، ودلوقتي حالا. السلام عليكم يا حضرة العمدي. مش الأصول لما أرجع من السفر ألاقيك مستنيني هنا مع طلعة الشمس ولا إيه؟ أيوه، كل اللي بتقوله جنابك صح، وأني ما كانش قصدي أتأخر أبدا، غيرش بس صحيت النهاردة بعافية شوية وما كنتش ناهض أقوم من فرشتي. سلامتك يا شيخ الغفر، علشان كده قمت وجريت على دار الحاج عبد الخالق. الحاج عبد الخالق هو مين؟ هو اصله غير اصله ولا فصل. جيب اللي عندك. هجيب ايه من عندي؟ هكون عايز منك ايه غير اخبار البلد واحوال اهاليها واللي حصل فيها من ساعه ما سافرت. ايوه فهمت. حاضر، حرست جنابك على كل حاجه من أول دبة النملة. إيه ده؟ محدش فيكم هيستجر يجيدني. ليش بخطرنا يا مشريقي؟ دي أوامر الشيخ الغفر. شيخ الغفر ما قالش يجيدوه، شيخ الغفر قال الموه في بيت الهند وبات. ما هو اللي بتحسه في البيت ده لازم يتجيدني. بقول لك إيه؟ أنا غفير. أيوه غفير، مش مجرم ولا تملي بتأدبوه. ما أنت غفير تبقى عارف الميري يا مشريقي. يا سلام يا حناوي، هو ده بقى الميري؟ ما تتكلموش مع غرفيز زميلك، هو عايز على ضمانتك؟ ايوه على ضمانتك، هو شغلتي ايه؟ خد مجاتب؟